يقول أنا أسكن في قرية صغيرة وجماعة المسجد قليلون، هل هناك عدد محدد لصلاة التراويح؟ ليس لصلاة التراويح عدد محدد، لأن يعني صلاة الجماعة الفريضة تنعقد باثنين، صلاة التراويح من باب أولى، ولكن كل ما كثر العدد فهو أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.